سؤال، هو في الشامية كيف كان يأتي أجياد؟ اللي يربط بين الحارتين هو مسجد الحرام، كان يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم ينتقل إلى الحارة الأخرى، اللي بدي يأتي من الشمال إلى الجنوب أو اللي بدي يأتي من الغرب إلى الشرق. مكة سرة الأرض، مكة الكعبة المسجد الحرام كان يعتبر هو محط الأنظار من كل فج عميق، يعني كان هو النقطة الجامعة لكل الحواري المكة، أو حتى نقطة الجامعة لكل المسلمين بل لكل الإنسانية في هذا المكان.